السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان، يعني أنا هحكي لكم تجربتي في رمضان ورمضان بيمثل ليا ايه. أنا رمضان بالنسبة لي كأنها محطة وقود، وأنا ماشية في الطريق كده لازم كل فترة أعدي على محطة الوقود عشان أمون، يعني أخد بنزين. هو كده بالظبط رمضان بالنسبة لي. دايما أجي قبل رمضان أكون يعني على آخري وتعبانة وغضبانة وحزينة وثائرة، والأحداث اللي بنشوفها حوالينا معلمة فيا جامد، والأحداث اللي بتمر في حياتي الشخصية خلاص بقى يعني تعبتني أرهقتني. الناس اللي حواليا أدار بينا صراعات وحوارات ومناقشات أثرت في القلب، والأحداث اللي بتمر حوالينا سواء مادية أو معنوية، واللي بيحصل في فلسطين، واللي بنشوفه من حال المسلمين، واللي بنشوفه من سوء أحوال اقتصادية، والحاجات دي كلها بتأثر وأثرت في الناس، والناس أثرت في بعضها. فبيجي بقى رمضان يقول لنا إيه، لأ يعني بريك بقى، ناخد بريك كده ونفكر تاني ونعيد حساباتنا تاني ونقيم الأمور تاني. بس مش في رمضان هنقيم الأمور، مش في رمضان هنعمل كل ده. أمال إمتى؟ بعد رمضان إن شاء الله ربنا أحيانا هنبتدي نعيد حساباتنا تاني. بس في حاجات محتاجين إن احنا نكون اتعلمناها في فترة قبل رمضان، يعني المفروض من رمضان اللي فات لرمضان ده نكون نطلع بالعبرة، والعبرة دي توصلنا إن احنا نتقرب إلى الله في رمضان ده اكتر من الاول. ده المفروض وده الصح. يبقى تركيزنا في رمضان ده ان احنا نحسن ونصلح اللي باظ فينا في قبل رمضان. طيب ايه الحاجات اللي باظت فينا؟ اول حاجه القلب الارهق من المشاكل. احنا محتاجين رمضان عشان عارفه انت ريلاكس بقى، افصلي بقى خلاص، ولا تفكري في هعمل ايه في رمضان من اكل، ولا تفكري هنضف الشقة ازاي في رمضان، كل ده كلام فارغ. امال اعملي ايه؟ روقي بقى على نفسك وروقي على حالك زي ما انت كنت كده بتروقي على حالك في قبل رمضان. لا، روقي على حالك بالعبادة بقى. يعني ايه؟ يعني العبادة هي ممكن تروق مزاجي، العبادة ممكن تهدي اعصابي، العبادة ممكن تعالجني جدا، طبعا تعالجك جدا. يعني ايه عبادة اصلا؟ يعني ايه عبادة؟ العبادة هي انك انت تتقربي الى الله بما يحب الله وبما اراده الله منك. طيب وده هيعود عليا بحاجة؟ طبعا انت لما بتتقربي الى الله بما يحب بتكتشفي ان هي دي يعني حياة الدنيا، وان اللي قبل كده وغير كده وهم. يعني علاقتك بربنا هي العلاقة الحقيقية، وعلاقتك بالناس اللي حواليكي مش علاقة حقيقية على فكرة. يعني علاقتك بالناس اللي حواليكي مش زي ما انت متخيلة، ملهمش التأثير القوي ده عليكي. بنحبهم، نخرج معاهم، نحتاجهم احيانا، انما مش هم الاساس اللي ممكن يعني ايه ابني نفسي عليه او اسند ظهري عليه، او هم الملجأ، او هم الاصل. مش هم الأساس. أمال مين اللي هو الأساس؟ علاقتك بربنا هي العلاقة الأساسية، هي دي محور حياتك. علاقتك بربنا هي أهم علاقة في حياتك، أهم من علاقتك بأبوك وأمك، أهم من علاقتك بزوجك وأولادك، أهم من علاقتك حتى بنفسك. يعني دي الحقيقة. يعني من الذي ينفعنا؟ هو الله سبحانه وتعالى. مين اللي بنلجأ له لما بنبقى تعبانين وما بيردناش؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين الذي يرانا وقادر علينا وقلوبنا بين يديه؟ الله سبحانه وتعالى. فعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى علاقة يعني وطيدة قوي، أقوى حتى من علاقتك بنفسك. يعني أنت ممكن نفسك تخونك أحيانا، ممكن نفسك تقودك للشر أحيانا، ممكن الناس اللي حواليك يقودوك للألم، ممكن الناس اللي حواليك يسببوا لك الألم، إنما ربنا أبدا. مستحيل مستحيل يجيلك من ربنا شر، مستحيل يجيلك من وراء علاقتك بربنا فتنة، مستحيل يجيلك من وراء ربنا ألم أو حزن زي ما بيحصل
في علاقتنا بنفسنا وعلاقتنا بالآخرين. لا، علاقتنا بربنا علاقة كلها حب، رحمة، رأفة، ثقة، أمان. يعني هو مصدر الأمان سبحانه وتعالى. لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف ربنا بيقول وإليه المصير. ربنا سبحانه وتعالى بينادينا في القرآن يا عبادي، ودي علاقة قريبة جدا، علاقة وطيدة، علاقة جميلة. الشيطان ما ربنا ما بيقولوش عبدي، ما بيقولش على الشيطان إن الشيطان عبدي، لا، بيقول على المؤمنين عبادي. فأنت طول ما أنت مسلمة فأنت يعني من عباد الله. الله، كلمة جميلة، عباد الله يعني أحباب الله، يعني مع أنت مش لوحدك، معناها أن أنت مش لوحدك، أنت معاكي قوة كبيرة جدا قادرة على كل شيء، بكل شيء عليم، غفور ودود رحيم معاكي في كل رحلتك من أول ما وانتي في نطفة في بطن أمك لغاية ما بتموتي، ومش لغاية ما بتموتي وبس، ولغاية ما تقفي على الصراط، ومش لغاية ما تقفي على الصراط وبس، ولغاية ما تدخلي الجنة، ومش لغاية ما تدخلي الجنة وبس، لغاية وانتي بتتنعمي في الجنة كمان هو معاكي في رحلتك من أول ما كنت نطفة لغاية ما بتدخل الجنة. انت بتقابلي ناس كتير، والناس اللي بتقف جنبك هي اللي بتخذلك احيانا، والناس اللي بتحبك هي اللي بتتركك احيانا، انما في طول الرحلة دي كلها معاكي رفيق واحد هو الله سبحانه وتعالى. فهو عشان كده بقولك ليه بقى فضي دماغك وروقي على حالك وتعبدي. العبادة فيها متعة، التسبيح فيه متعة، القرآن فيه متعة، أي عمل بتعمليه لوجه الله في متعة غير عادية. عشان كده بقولك خدي رمضان على أنه محطة وقود. وقود ليه بقى؟ وقود للرحلة اللي جاية لو لك عمر. ما الرحلة اللي جاية دي محتاجة منك صبر، محتاجة هتعدي على امتحان، هتعدي على فتنة مفروض تتجاوزيها ما تقعيش فيها. وانت ماشية في الطريق هتقابلي شوية ناس هيسحبوك لطريقهم هم، فانت بقى تبقي مصحصحة وما تمشيش وراهم، وتمشي في طريقك وتكملي في طريقك، وما طلبيكي حياة، عيالك هيكبروا وهتتغير الأحوال، وبعد ما كان ابنك في حجرك بقيتي بتدوري عليه، بقيتي بتتمني يكلمك، بقيتي تقلقي من مرضك، بقيتي تخافي لا تعي، بقيتي عمالة تقولي يا ترى هعمل ايه في مستقبلي، يا ترى لما اتجوز هعمل ايه، يا ترى هعرف اربي اولادي، وعمالة بقى ايه جواكي قلق وخوف من المستقبل اللي هو بالنسبة لك مجهول. وانا جايلك من المستقبل بقولك ما تخافيش. ليه بقى ما تخافيش ليه؟ انتي مش لوحدك، انتي مش لوحدك، يعني ربنا معاكي. عشان كده بقولك في رمضان خدي الوقود من رمضان، عشان بعد رمضان لما تجيلك الفتنة تقولوا الحقني يا رب في الحقك، عشان لما تخافي فتقولوا له يا رب أنا خايفة فيأمنك، عشان لما بعد رمضان تجيلك المشكلة وتقولوا له الحقني مش عارفة حلها يحلها لك، عشان لما تيجي بعد رمضان حد يحط عليك فتقولوا له ربي إني مغلوب فانتصر فينصرك، علشان ما تيجي بعد رمضان تكوني مثلا عندك امتحانات ولا حاجة فتقولي لربنا يا رب وفقني فيوفقك ويلهمك. ما هو احنا الدنيا دي امتحان كبير، وممكن هو يحللك الامتحان، ممكن يحل معاك الامتحان، ممكن يعني يديكي اجابات للامتحان. فمعية ربنا ما تفقدهاش، ما تسيبهوش، ما تسيبيهوش خالص، ما تسيبوش، تخسري لو سبتيه. قولي الألباب بس، المفلحون بس، الفائزون بس هم الطائعين، إنما اللي انت بتشوفيهم من العصاة اللي ليلة نهار يبارزون الله بالمعاصي ومش همامهم ومقضيينها، دول يعني أضيكم فورهم، دول الخاسرين، دول الممقوتين، دول اللي هيحشروا يوم القيامة على وجوههم. ما هي الدنيا هتخلص وهيجي يوم اسمه يوم القيامة. يوم القيامة ده ما الدنيا هتختلف بقى، المقاييس هتختلف، المستخبي بقى يبان، والكفار اللي احنا بعضنا بيدافع عنهم دول وبيحبوهم هما نفسهم هيجوا يندموا وهيعتذروا، وربنا ايه هيقول لهم ايه؟ لا تعتذروا اليوم. فعايزاكي في رمضان فضي دماغك، اوعي تفكري
في ايه اللي بعد رمضان، ولا في المشكلة اللي كانت قبل رمضان، ولا في الحاجة اللي خايفة منها بعد رمضان. افصلي افصلي، عارفة كده البريك اللي الأولاد بياخدوه في أثناء المدرسة، الفسحة يعني. اهو انت دلوقتي في الفسحة بقى، احنا داخلين دلوقتي على الفسحة. احنا بنعمل ايه في الفسحة؟ بنلعب بس، صح كده؟ هو كده برضو، احنا ايه بنعمل ايه في رمضان؟ بنتعبد بس. يعني ايه نتعبد؟ احنا قاعدين ليل نهار ندعو، نذكر ربنا، نسبح ربنا، نقرأ قرآن، نطعم اهلنا، نتصدق، نروح نصلي التراويح بس. ما بتتكلمش في اي حاجة تانية، ما تتكلميش في اي حاجة تانية بره رمضان. اللي بيشتغلوا بس هي هتروح تعمل شغلها وخلاص، يعني على قد الحاجة، ومفيش لغو بقى، مفيش لغو. تتكلميش تتكلميش في حاجة ملهاش لازمة، ما تتكلميش في أمر من أمور الدنيا، خلاص بقى كفاية بقى. خلي الدنيا بقى في الحداشر شهر التانيين، خلينا في رمضان لرمضان نكتفي بس كده، بأن احنا قاعدين بنتعبد. ليه بنعمل كده؟ عشان ناخد الوقود. الوقود ده هينفعنا في ايه؟ هينفعنا في المرحلة اللي جاية. احنا مش عارفين داخلين على ايه، يا ترى داخلين على لجنة، يا ترى داخلين على فخ، الله أعلم احنا داخلين على ايه، سواء في يعني كأمة، او سواء على المستوى الشخصي، ايه نوع المشاكل اللي ممكن تقابلني. احنا عارفين حاجة؟ مش عارفين حاجة. احنا كل اللي هنعمله هنستمد الوقود من رمضان بالقرآن. عايزين قلوبنا تلين في رمضان، عايزين نتوب في رمضان. شوف ربنا بيقول لك ايه، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحثنا على التوبة. التوبة من إيه؟ التوبة من الغفلة، التوبة من الحسد، التوبة من الغيبة، التوبة من الأذى اللي سببناه للناس، التوبة من صوتنا العالي، التوبة من تقصيرنا في العبادة. احنا محتاجين نتوب، حتى أتقى الأتقياء فينا وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوب، فبارك احنا. فاحنا محتاجين نتوب، ومحتاجين نستغفر، ومحتاجين نسبح، ومحتاجين نتزود. نسأل الله رب العرش العظيم أن يتوب علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في رمضان، ويجعلنا من المقربين إليه، ويجعلنا في معيته، ويعنا على العبادة في رمضان، ويرزقنا بالتوبة النصوح في رمضان. ونسأله سبحانه وتعالى أن يسكن قلوبنا في رمضان، ويلهمنا رشدنا، ويعلمنا إزاي نقضي رمضان صح كما ينبغي، ويعلمنا ازاي نعيش الحياة بعد رمضان، ويتقبل دعائنا، ويجعلنا من اهل الجنة، ويرزقنا حبه وحب كل عمل يقربنا لحبه. جزاكم الله خيرا، وربنا يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.